بسم الله الرحمن الرحيم. طلب الأعزاء، إكمالا لمفردات منهج مادة العقود والمسمات، نتوكل على الله في شرح عقد الإيجار. أولا لابد أن نشير إلى أن عقد الإيجار يعتبر ثاني أهم عقد من العقود والمسمات بعد عقد البيع، فهو يمكن المالكين من استغلال أملاكهم، كما أنه يمكن غير المالكين من الانتفاع بما لا يملكون. هو عقد شائع الاستعمال جدا في الحياة العملية. تطرق المشرع العراقي إلى تعريف عقد الإيجار من خلال نص المادة 722 مدن، حيث قال بأن عقد الإيجار عبارة عن تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة، وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور. من خلال هذا التعريف نستطيع أن نلاحظ بأن هنالك مجموعة من الخصائص لعقد الإيجار تتمثل في الآتي: أولا، أنه عقد رضائي ينعقد بإيجاب وقبول ولا يحتاج إلى إجراء شكل آخر. اثنين، أنه عقد ملزم للجانبين، فهو عقد يرتب حقوقا والتزامات على ولعاتق الطرفين. ثالثا، هو عقد من عقود المعاوضة، فكل طرف يأخذ مقابلا لما يعطي. رابعا، هو عقد من العقود المستمرة، فتنفيذ الأطراف لالتزاماتهما يكون ممتدا في الزمن، وهذا الزمن محدد بمدة عقد الإيجار. هو عقد يرد على المنفعة ولا يرد على الملكية. وأخيرا، فإن عقد الإيجار هو عقد من عقود الإدارة، لأنه لا ينشئ إلا التزامات شخصية ما بين أطرافه. سوف نتطرق الآن إلى مسألة تتمثل في البحث في أركان عقد الإيجار. كما نعلم أن كل عقد وبمقتضى القواعد العامة لابد أن تتوافر له أركان، وهذه الأركان هي الرضا والمحل والسبب. وعقد الإيجار لا يختلف عن باقي العقود، فلا بد أن تتوافر له أركان الرضا والمحل والسبب. ويقصد بالرضا تراضي أطراف العقد على إبرام العقد والاتفاق على طبيعته وعلى العين المؤجرة وعلى بدل الأجرة وعلى المدة. فالرضا يتمثل بتوافق الإرادتين من خلال صدور إيجاب عن أحد الأطراف وقبول عن الطرف الآخر، ويطابق القبول الإيجاب فينعقد العقد. ويجب أن يشتمل هذا التوافق للإرادات على طبيعة العقد، أي أن يتفق الأطراف على أن العقد المراد إبرامه هو عقد إيجار، مع تعيين العين المؤجرة ومدة الإيجار وبدل الأجرة. ويشترط في الرضا الصادر من أطرافه أن يكون صادرا من أشخاص متمتعين بالأهلية القانونية، مما يعني أن كل من المؤجر والمستأجر لابد أن يكون عاقل ومميز وغير محجور. ويشترط في المؤجر أن يكون مالكا لما يؤجره، أو وكيلا للمالك، أو وليا عليه. السؤال الذي يتبادر هنا: من هم الأشخاص الذين يحق لهم التأجير؟ الإجابة تتمثل في الآتي: أول، مالك الشيء له حق أن يؤجره بنفسه أو بواسطة نائبه الاتفاقي وهو الوكيل، أو نائبه القانوني الذي قد يكون وليا أو وصيا أو قيما على المؤجر، كما أن المالك على الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله أن يتصرف بهذه الحصة بشرط عدم الإضرار بشريكه أو شركائه على الشيوع. فللشريك على الشيوع أن يؤجر حصته الشائعة لشريكه أو للغير، لشريكه أو للغير. كما أن صاحب حق المنفعة، وحق المنفعة هو حق من الحقوق العينية الأصلية التي سوف يتم بحثها في التفصيل في المرحلة الرابعة إن شاء الله، صاحب حق المنفعة له حق تأجير حقه في المنفعة للغير، بشرط أن لا تتجاوز مدة عقد الإيجار مدة حق المنفعة. كما أن صاحب حق الاستعمال وحق السكنة له أن يؤجر حق الاستعمال أو حق السكنة للغير، بشرط أن لا يوجد نص يمنعه من ذلك. كما أن المتصرف في الأرض الأميرية، وهي الأرض المملوكة للدولة وحق التصرف يكون لأشخاص، فإن هذا الشخص المتصرف في الأرض الأميرية له حق تأجير